مشاهدونا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده واخيره من الكوره مع ريمي بسيناريو هو الاقصى. انتهى حلم التاهل الى كاس العالم بعد خساره مصر امام السنغال بركلات الترجيح. هكون معاكم احمد العريان وامير عبد الحليم للتحدث عن المباراه. اهلا يا امير. زكي فوزي، وهارد لك لينا وهارد لك لكل الناس اللي بتفرج علينا، هارد لك لكل المصريين. سيناريو غلس قوي يعني. مشكلة كمان ان هي حسستك ان هي عايزاك، يعني كذا كورة كده حسيت ان هي خلاص عايزانا، وبعد كده لما ضيعوا كل بالي ضايع الاولانية قلت عايزانا، صلاح ضيع، بعد كده السنغال ضيعت التانية فقلت لا عايزانا، فزيزو ضيع، فكان سيناريو وحش قوي بصراحة، يعني يمكن كان اوحش من سيناريو نهائي كاس الامم. يعني هنبدأ من النهاية. كارلوس كيروش أعلن منذ قليل رحيله رسميا عن منتخب مصر. في المؤتمر الصحفي قال حان الوقت لأن يتولى رجل آخر تدريب منتخب مصر، وإن هو بيشكر اللاعبين وبيشكر الجمهور على الفترة السابقة القصيرة واللي كانت عامرة بالمباريات. فإزاي شايف القرار ده؟ هل الأنسب والأصلح لمنتخب مصر حاليا هو بالفعل رحيل كارلوس كيروش واللي انتهى عقده بالفعل أساسا، ولا كان مفترض هو يكمل؟ هو طول ما احنا بنحسبها بان هي مدرب مش هنوصل لحاجه. يعني بص، انا طبعا الزعله على ان الجيل التاريخي بتاعنا في 2010 ما صعدش كاس عالم دي كانت اقصى زعل زعلته في الكوره. فكنت متوقع ان مفيش زعل تاني هيبقى زيه، يعني انا ما زعلتش قوي في 2014 بصراحه، يعني في 2014 كان عنده ظروف، كان دوري واقف، ما كانش فيه اصلا، يعني ما كانش فيه جيل كويس، احنا بس كنا بنلعب بابو تريكا ووائل جمعه وهم كبار في السن، وكان معانا وليد سليمان وكان معانا حسام عاشور وشيكابالا، الناس برضو بتحاول، وكان محمد صلاح هو النني هم اللي طالعين جداد، فما كانش جيل، يعني كان وصوله اصلا للمرحله دي كان انجاز، كان اعجاز. لان احنا فعليا كنا بنلعب من غير مسابقات محليه، اللعيبه ما كانتش بتشارك في اي بطولات، كان بس الاهلي والزمالك بيشاركوا في دوري الابطال وبس على كده. فان هم يوصلوا المرحله دي كان انجاز. انما بصراحه انا المره دي زعلان قوي بجد، وحاسس ان انا هفضل زعلان فتره يمكن شبه 2010، لان انا كنت حاسس ان احنا محتاجين قوي التاهل ده. لان انا حاسس ان اللعب عندنا في مصر واخده منحنى غريب، واخده منحنى ان احنا نتحول لمنتخب افريقي تقليدي، منتخب افريقي من اللي هم بيقيموا المدرب بتاعهم بناء على نتيجه ماتش، وبناء على نتيجه الماتش ده مفيش بقى مشروع، مفيش مستقبل، لا انت بتقيمه بناء على نتيجه ماتش فبتغيره، خسر بتغيره. فانت لما هتيجي تبص على الفتره اللي فاتت من بعد الكابتن حسن شحاته هتبص هتلاقي ان احنا كان عندنا برادلي، كان عندنا كوبر، كان عندنا خفير اجري، كان عندنا كارلوس كيروش، وفي الوسط كان عندنا شوقي غريب، وكان عندنا حسام البدري. كل المدربين دول في الفتره القليله دي، ده معناها ايه؟ ان انت مش بتقيم المدرب بناء على مشروع، او ما بتجيبش المدرب علشان هو مناسب لفكرك ومناسب لمشروعك، او هو عرض عليك مشروع وانت اقتنعت بيه فقلت هو ده الراجل اللي هيجي يحقق لي الطفره، او هو ده اللي هيحقق لي اهدافي. لا، انت بتجيب مدرب علشان انت عايز مدرب وخلاص. احنا وصلنا لمرحلة زي ما بقولك ان ده بيفكرني بمنتخبات كبيرة في افريقيا كان عندها اجيال كويسة، بس ما كانوش بيجيبوا مدربين، او ما كانوش بيتعاملوا بفكرة المشروع. وده الفرق ما بيننا مثلا وما بين السنغال. السنغال عندها جيل تاريخي، بس عندهم مشروع مع الجيل التاريخي. يعني اليو سيسي ده ماسك السنغال بقاله 7 سنين، فالراجل ما بيقيمش بناء على نتيجه، خسر نهائي كاس الامم ما مشهوش، راح كاس العالم 2018 خرج من المجموعات ما مشهوش. احيانا بتبقى النتائج، او مش النتائج، الاداء مش متوافق مع الاسماء الموجوده، بيبقى في انتقادات بس ما بيمشهوش، هما سايبينه يكمل في طريقه عادي طالما هو بيحقق الاهداف، وطالما هو عنده مشروع، وطالما هو متفق مع الجيل التاريخي اللي عندهم. فمنطقي تماما ان انت تبص النهارده تشوف الانسجام والتوافق والاداء اللي بيقدمه منتخب السنغال سواء جوه ملعبه او بره ملعبه. واحنا بقى بنتحجج بايه؟ بنتحجج بالجمهور. طيب، ما هي اصلا مشكله كبيره جدا لما انت، مش بقول لك ارمي ازايز ولا بقول لك صفر على النشيد الوطني المنافس، بس مشكله كبيره قوي
لما انت تقول النهارده ان انت لعبتك اتاثرت بالجمهور وانت كان عندك نفس الفرصه من 4 ايام وما استغلتهاش. يعني لو هي المشكله في الجمهور، لو انت شايف ان محمد صلاح اتشتت بالجمهور وان زيزو اتشتت بالجمهور وان الجهاز الفني واللعيبه في وسط الماتش اتشتتت بالجمهور، ما بكلمكش عن التصرفات الخارجه، ما بقولكش ارمي ازايز، بس لو انت شايف ان الجمهور كان ليه تاثير كبير جدا، طب ما انت من 4 ايام كان عندك جمهور وكان عندك ملعب ونفس الفريق ده كان عندك في الملعب، ليه ما حاولتش انت تتاثر بنفس الشكل ومن غير اي حاجه خارجه؟ يعني انا بتكلم دلوقتي على فكره ان احنا بصراحه يعني 120 دقيقه سامعين صوت الجمهور اكتر ما احنا سامعين صوت المعلق بصراحه. يعني انا مش بتكلم على علشان ما حدش يجي يقول يا عم دول ريمو ازايز، يا عم دول شتموا صلاح. انا مش بتكلم على ان انت تروح تشتم ساديو ماني ولا ان انت ترمي ازايز على لعيبه السنغال، انا بتكلم في فكره ان الملعب يبقى له تاثير، يبقى فعلا اسمه استاد رعب. هو النهارده استاد القاهره لما يبقى اسمه استاد رعب، هل معناه ان احنا كنا الضيوف اللي بيجوا لنا دول كنا بنمسك سكاكين وبنجري وراهم؟ لا، هو استاد رعب علشان اي منافس بيدخل بيترعب من الجمهور ومن صوته ومن حماسه وتشجيعه. هل احنا جمهورنا عمل الفارق في ماتش القاهره زي ما جمهور السنغال عمل النهارده؟ لا، ما اعتقدش. دي نقطه مهمه جدا. هقول لك هنا حاجه يا امير، برده انا متفق معاك 100%، بس الناس من ساعه ماتش استاد القاهره وهي بتلوم على البعض اللي عمل الفيديوهات، الناس اللي كانت رايحه تتفسح مش رايحه تتفرج، لكن الحقيقه انا مش شايف ان هم دلوقتي السبب. انا من المره اللي فاتت مش عشان خرجنا واحنا اتكلمنا هنا في نفس الكرسيين دول وقلنا ان الجمهور ما كانش على قدر المستوى بعد ورطة الذهاب مباشره، بس انا عايز اقول حاجه، هو السبب مش في كده، السبب في اللي مخلي الكوره من غير جمهور بقالها سنوات طويله. عشان كده الجمهور اساسا نسي، المفترض ان هو التشجيع الكروي من غير ايذاء ومن غير ما تكون تعدي على الغير، ازاي تكون عامل ضغط على الخصم من غير ما تكون عامل مؤذي لفريقك ولا للخصم، او ازاي كمان ما اداش فرصه اصلا للناس اللي هي يعني من الاخر هشرح لك بالعاميه عشان تبقى اسهل. واحده عندها 17 سنه وعايزه تروح الماتش تعمل فيديو، حقها. لو هي بتروح الماتش او عندها فرصه انها تروح الاستاد باستمرار، مش هتيجي تعمل الفيديو ده قدام ماتش السنغال، هتعمله في ماتشات سهله ماتشات عاديه، عشان هيبقى التواجد في الاستاد مناسبه عاديه بتتكرر اسبوعيا. انما لما بتكون التواجد في الاستاد مناسبه لا تتكرر الا كل سنه مره، فطبيعي ان اللي يروح هو اللي نفسه فيها، نفسه في الحاجه دي وما عملهاش قبل كده، ويبقى مش عارف هو المفروض انا في الاستاد اعمل ايه، بتفرج زي مسرحيه ولا انا المفروض اشجع، ولا انا المفروض اروح قبلها بست ساعات، ولا اروح قبل الماتش، ولا اعمل ستوريز. احنا نسينا يعني ايه جمهور بسبب غياب الجمهور، والكرة المصرية في طريقها الى طي النسيان بسبب بالزبط. غياب الجمهور. ما هو عشان كده انا كنت بقول لك في الاول ان انا زعلان قوي على ان احنا متأهلناش النهاردة. ليه؟ لان انا حاسس ان احنا ماشيين في السكة دي. احنا ماشيين في سكة ان احنا ننسى الكرة. ما عندناش مسابقات منتظمة. النهاردة انت بتتكلم عن ان انت بتلعب كاس مصر السنة دي، وكاس مصر بتاع السنة اللي فاتت مكملش. بتلعب الدوري واحنا لسه في الدور الاول. ليه؟ علشان انت ورغم ان انت عارف ان دي سنة كاس عالم، وفي عندك كاس افريقيا هتلعبها، والاهلي والزمالك هيلعبوا في دوري ابطال افريقيا، والمصري وبيراميدز هيلعبوا في الكونفدراليه، وعندك كاس عرب بتوقف الدوري علشان، ورغم ان السعوديه مثلا يعني السعوديه كملت الدوري عادي جدا وراحت بعتت منتخب الناشئين ليشارك في البطوله، او المنتخب الاولمبي يشارك في البطوله، انت لا، انت بتوقف الدوري بتاعك علشان تروح تشارك في كاس العرب، وعندك كاس افريقيا، ورغم كده بتقرر ان انت تلعب الدوري من دورين بشكل عادي جدا ب 18 فريق، رغم ان انت مع كامل احترامي بصراحه لطلبات الانديه، يعني ايه الانديه اصلا؟ الانديه رفضت انها تلعب بدور واحد؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها كده. هو النهارده لو كنا وصلنا كاس عالم، احنا كان هيبقى عندنا كاس عالم في شهر 12، انت كنت هتفضل تلعب في الدوري ده لحد شهر 12؟ انت كنت هتلغيه، والناس كلها عارفه كده ان الدوري ده كان هيتلغي. احنا النهارده في شهر مارس، والدور الاول اصلا لسه مخلص، وعندك كاس مصر انت لسه بتبتديه، وكاس مصر بتاع السنه اللي فاتت ما لعبتوش. النهارده كارلوس كيروش ده ازاي هيعد فريق لكاس العالم؟ اكيد كان هيتلغي، اكيد كنا هنعمل زي سنه 90. فالنهارده ما تجيش تبقى انت بتكيل بمكيالين، ما تجيش تقول انا كاتحاد كوره او كرابطه انديه هدفي ان انا اخدم على منتخب مصر، وفي نفس الوقت انت بالايد الثانيه بتضرب منتخب مصر. ما هو النهارده بعيدا بقى عن فكره تنظيم المسابقات
او 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 ان احنا مش عارفين ننظم مسابقه فبالتالي ومش عارفين طبعا الجمهور يحضر المسابقه والانديه الشعبيه بتندثر والاسماعيلي بينافس على الهبوط والمصري بيعاني والاتحاد بيعاني وكم انديه طبعا مش جماهيريه موجوده في الدوري فطبعا مفيش مواهب بتطلع مفيش مواهب فعليا بتطلع الدوري بتاعك ما بيطلعش مواهب ومع كامل احترامي حتى لو طلع مواهب ايه اخرها يعني انت النهارده بتتفرج على منتخب السنغال يعني بصراحه يعني كره تانية الناس دي بتلعب كره تانية احنا كنا بنلعب بسيستم واحد سيستم علشان احنا عارفين فرق الامكانيات اللي ما بيننا وما بينه بس ايه هو اللي عامل فرق الامكانيات مادام انت مش قادر ان انت تطلع نفس المواهب لان خد بالك برضو ناس هتقول لك يا عم اصل هما بيلعبوا في اوروبا ودول دوري مصري طب ما احنا جيلنا التاريخي كان اغلبه دوري مصري بس كان الدوري المصري وقتها عامل دوري ازاي قوي. كان بالظبط كان دوري قوي كل الماتشات كانت ماتشات بحضور الجمهور كان الفرق لما بتروح تستقدم محترفين اجانب كانت فعلا بتجيب لعيبه يعني لعيبه دوليين انت كان عندك اسماء في الدوري المصري فتره ما يعني كان عندك الحارس الحارس رافائيل حتى بالظبط حارس الكاميرون حارس الكاميرون في كاس افريقيا 2004 كان موجود عندك كان عندك حارس جورجي اوال حارس الثالث لغانا في كاس العالم الحارس المصري بالظبط كان عندك بابا اركو وجون انطوي الاثنين كانوا بيلعبوا في منتخب غانا عادي كان عندك اسماء من منتخب نيجيريا وده انت يا راجل حتى كمان كان عندك اسماء من منتخب كوت ديفوار يعني محمد كوفي قائد منتخب بوركينا فاسو محمد كوفي بوركينا فاسو انما دلوقتي مين بقى يعني دلوقتي انت لما بتيجي تشوف المحترفين اللي بتروح تجيبهم الانديه هم مجرد محترفين وفي النهايه خالص بتلاقي كمان حتى ان هم بيهربوا في نص الموسم ان في واحد فيهم بيجي يقعد دور كامل ما يشاركش في ولا ماتش مهاجم يجي يلعب كل الماتشات وما يسجلش ولا جول مدافع امكانياته ضعيفه لا يعني الموضوع مش ما بقاش فكره ان انت حتى كمان المدربين الاجانب انت قبل كده الدوري المصري كان يعني يا راجل ده احنا احيانا كان بتبقى فرق زي مثلا وادي دجله جايبه واحد زي والتر مويس ده مدرب كبير ده مش مدرب صغير على فكره فكان عامل كان بيخلي وادي دجله ده لعبته وفرقته بتلعب كرة محترمه فكانت حتى كمان بتفيد المسابقه يعني الموضوع مش فكره بس ان انا كنادي بطلع لعيبه مثلا لمنتخب مصر لا انا لما الفريق بتاعي نفسه يبقى قوي ده هيفيد المسابقه طبعا هيفيد اللاعبين اللي في الفرق الثانيه هيفيد اللعيبه الدوليه فالنهارده الدوري المصري لا يقارن باي شكل من الاشكال بالدوري المصري اللي من 2000 ل 2010 لان الدوري المصري حتى كان من قبل 2006 وكان دوري قوي طبعا. ولا في جماهيريته ولا في قوته ولا في مستوى المحترفين ولا في مستوى المواهب اللي بيطلعها دي كلها حاجات بتقول ان احنا فعلا رايحين ان احنا نبقى في طي النسيان لان زي ما قلنا كل عناصر اللعبه كلها متاثره سلبا يبقى ازاي المدرب هو اللي هيجي يعدل الميله يعني النهارده اكيد هنقعد بقى ندخل في النقاش بتاع كله حسام حسن ولا ايهاب جلال ولا نروح نجيب مدرب اجنبي طب الاجنبي ده هنجيبه منين طب الاجنبي ده هيجي وايه التارجت بتاعه وبعد كده يبقى عندنا كاس افريقيا السنه الجايه فلو لا قدر الله ما حققش فيها نتائج هنروح نمشيه ونبتدي من الصفر وهكذا وهنفضل بقى ماشيين في الدوامه دي لان انا زي ما قلت لك كان بالنسبه لي بصراحه فكره ان احنا نوصل للنار باي طريقه بقى يعني عارف طبعًا. ان طبعا كان الناس هتأثر ايجابا جدا 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 جدا, جداً, جداً. على الاقل المدرب ده كارلوس كيروش ده هتبقى بقى طلباتهم وهيقولوا له تعالى النهارده بقى يا معلم قول لنا نفسك فين نعمله لك يقول لهم انا عايز دوري نمشي لك الدوري بالمسطره زي ما انت عايز نلغي الدوري ونبتدي بنظافه السيزون الجاي نلغي الدوري ونبتدي بنظافه السيزون الجاي عايز تلعب في كل الفيفا ديتس ونجيب لك بقى ان تلعب انجلترا يا راجل ده منتخب كوت ديفوار لاعب انجلترا فرنسا في توقف واحد يعني احنا بنلعب ضد السنغال مرتين المره الاولانيه بنلعب لايبيريا كل ما بنتزنق في ماتش ودي بنلعب لايبيريا لا انا بكلمك كمان ايه ان كان منتخب كوت ديفوار ما وصلش كاس عالم فكان ممكن يريحوا يعني طبعا. كان ممكن نقول لك برضو المشكله ان احنا دلوقتي الكلام انا ما بحبش اتكلم في وقت الخساره علشان ما يبقاش الكلام دايما كان في ايه تور وقع وبتكتر سكاكينه انا دايما بحب ان اتكلم وقت ما تبقى انت قوي هاجبك واقول ان انت لا غلط علشان احذر من الوقوع عشان كده كان نفسي وانا كنت محضر الكلام ده فاكتبه يعني ان احنا نتاهل ان شاء الله ويبقى الكلام بصيغه ان احنا لا اللي حصل ده التاهل ده رغم الاخطاء محدش يقول ان انت بتصطاد في الملعب يعني. عموما بقى فدلوقتي بيبقى الكلام سهل للاسف لما تبقى موقفك ضمن موقف العامه علشان هم عارفين ان انت خرجت ولكن احنا برضو من ضمن الاسباب اللي احنا فيها حاليا مثلا انت بتتكلم عن الاجنده الدوليه احنا اخر ماتش ودي لعبناه كان قبل كاس العالم ماتش ودي حقيقي قوي قبل كاس العالم 2018 تقريبا ولا كاس من ساعتها انت كل ماتشاتك الوديه مع فرق من نوعيه لايبيريا
مثلا، وليبيريا ما كانش منتخب الاول كمان مثلا، اه يعني كان منتخب الفريق المحلي بتاعه، وايه مثلا كونغو ده لو كده بقيت قوي يعني، وكمان في اوقات احيانا ما بتبقاش في الاجنده الدوليه، واحيانا كتير اجندات دوليه في التصنيف بتفوت التاني. ما بتلعبش فيها، فبالتالي ده ادى الى وجودك في التصنيف الثاني، خلاك دلوقتي تلعب منتخب زي السنغال بدل ما كنت ممكن تلعب منتخب زي الكونغو مثلا او مالي مثلا، فرق في المتناول. فهي كلها اخطاء مؤسسه الفيفا. الفيفا لما لقى منتخبات بتتعمد ان هي ما تلعبش ماتشات وديه علشان ما تاثرش على تصنيفها بشكل بقى قبل قرعه كاس العالم او قبل قرعه تصفيات كاس العالم بشكل ياثر على تصنيفهم، شجع بان هو عمل بونص زياده للماتشات الوديه، وكل ما يزيد قوه المنافس كل ما تزيد البونص اللي بتجيلك. فالنهارده انت ضحيت بكل الماتشات الوديه، وفي نفس الوقت حتى ماتشاتك الرسميه ما بتحقش فيها انت نتائج كويس. انت متعادل مع جزر القمر، متعادل مع كينيا دي في تصفيات كاس الامم الافريقيه، وبعد كده تصفيات كاس العالم متعادل مع انجولا، وقبلها كنت متعادل مع الجابون، وهي منتخبات يعني تصنيف ثالث وتصنيف رابع. ف احنا زي ما بقول لك المشكله ان احنا هندخل في المدرب هنجيب كل حاجه على المدرب. احنا بص انا عايزين برضو نتكلم عن المدرب عشان الناس بس ما تقولش الناس ما تقولش ان احنا ما بنقول بقى ان كروش ما حصلش وان النهارده لعبنا صح وبتاع، لا يعني اكيد طبعا في حاجات كتيره غلط، بس ان 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 المدرب ده طرف في المنظومه، الطرف ده ممكن يبقى وحش ممكن يبقى حلو تمام، بس لو انت اصلا طريقه الاداره نفسها كويسه تمام، ساعتها تقدر تبقى عارف ان الخلل من المدرب، فلما تغيره الميلة هتتعدل. انما المشكلة ان احنا دايما بنغير المدرب والميلة ما بتتعدلش، يبقى المشكلة فين يا جماعة؟ في المدرب برضو. هتكلم عن مدرب، بس قبل ما اروح للمدرب عايز اقول كمان نتائج التصفيات النهارده. طبعا اليوم كان عامل الجزائر عملت ايه؟ قول لي. الجزائر للاسف بتلحق بمصر وتودع التاهل الى كاس العالم في الدقيقه الاخيره، مباراه ملحميه. الكاميرون تقدمت في الجزائر بهدف، وتعادلت الجزائر في الوقت الاضافي في الدقيقه 118 بهدف لاحمد طوبه بعد ما كان تقدم تشوكو بوتينج للكاميرون، ويجي بقى كامبي ويسجل هدف كاميروني تاني في الدقيقة 124. فسيناريو مكتوب لصامويل إيتو، وريجوبير سونج بيافي بوعده، قال امبارح ان انا ليكو عندي ان انا اهلكم لكاس العالم، فوعد واوفى. هارد لك لجمهور منتخب الجزائري. طب ما هو كروش قال نفس الكلمة. في مباراة اخرى سهلة، فاز المغرب على الكونغو الديمقراطية باربع اهداف مقابل هدف وتأهل. وحيد حلولوزيتش ومنتخب المغرب برضو عنده جيل، انا يعني بالنسبة لي السنغال والمغرب طبعا اقوى منتخبين في القارة. تونس تعادلت مع مالي سلبيا، وتأهلت تونس بافضلية الفوز خارج الارض بهدف، هدف كان عكسي، فتونس تأهلت رغم الاداء السيء اعتقد في المباراتين. يعني لاجب على تونس ان هي تراجع نفسها قبل كاس العالم، لان الاداء ما كانش على القدر رغم من ممكن بقى يجيبوا كوبر. كان بيطرح على فكره انه يمسك الدوري. بقول لك ممكن يجيبوا كوبر فعلا. واخيرا كانت قمه افريقيه للاسف اقيمت في نفس توقيت مباراه مصر، فلم تحظى بالمتابعه الجماهيريه في مصر. نيجيريا تتعادل مع غانا 1-1 في نيجيريا عشان تتاهل غانا الى كاس العالم. بص موضوع غانا ده يعني افظع من تونس. يعني غانا كلنا عارفين اتاهلت للمرحله دي ازاي بسبب الماتش بتاع جنوب افريقيا واللي جنوب والحقيقه ان غانا راحت كاس الامم الافريقيه غيروا المدرب وجابوا ميلوفان راجيفيتش، وراحوا كاس الامم الافريقيه وخرجوا من المجموعات، وجزر القمر عملت عليهم ماتش هايل. فمنتخب ضعيف جدا جدا بصراحه، يا منتخب سيء. الراجل ده اندريا ايو جوردان ايو لسه بيلعبوا، وده اللي بيعكس لك عشوائيه الكره الافريقيه حاليا. ما عادش في منتخب قوي ومنتخب ضعيف، هو منتخب حاليا في الاسبوعين دول بتوع البطوله دي قوي بالزبط. ممكن الاسبوعين الجايين تلاقيه بقى ضعيف. عشان دي بقى حاجه عايز اتكلم فيها برضو مهمه جدا، ان تصفيات كاس العالم عن قاره افريقيا دي تصفيات ظلمه جدا، الاصعب جدا في كل القارات. لا مش الاصعب، الظلمه. ليه؟ لان مثلا يعني هتروح لتصفيات امريكا الجنوبيه هتلاقي ان هم كلهم بيلعبوا بعض، فدي اكثر عداله اتهيأ لي، يعني اكثر عداله من اي قاره تانية. وبعد كده هتيجي في اوروبا هتبص هتلاقي ان مجموعات عادي جدا، جزر الفار ومالطا ولما بقى الناس تقول لك طب ما ايطاليا والبرتغال، بس ايطاليا والبرتغال كان عندهم فرصه يتاهلوا مباشره، هم اللي ضيعوها فراحوا للملحق. انما افريقيا انت بتتكلم ان انت بتجيب 10 منتخبات مفترض ان هم لعبوا بشكل جيد في التصفيات وتأهلوا،
يعني هم لعبوا بشكل جيد وبعد كده بتفرض عليهم ان هم يلعبوا بعض في ظرف اسبوعين. طب ما هو ممكن عادي جدا ان منتخب كان هايل جدا في شهر 11 اللي فات وقت النهايه بتاعه التصفيات الاوليه, بس صادف ان الاسبوعين دول غابك حجازي والوينج بس مثلا. لا مثلا يعني بقول لك منتخب مصر, لا انا بتكلم عن اي منتخب تاني مثلا في اصابات في صفوفه, في كورونا, عنده مشاكل في اتحاد الكوره, عنده اي يعني انت ازاي بتيجي تحكم بقى بتقيم عمل 4 سنين في ظرف اسبوعين؟ فدي بصراحه موضوع انا مش عارف بصراحه هم ليه رجعوا النظام ده تاني. يعني هو كان 2014 وبعد كده اتلغى في 2018 فرجعوه تاني. انا مش عارف احنا بنطلع لقدام ولا بنرجع. 10 ليوك ويحطهم في قفص ويقول لهم اضربوا بعض, مش نظام تصفيات يعني. انا بقول لك الفكره كلها ان هي علشان كده لما كانت الناس بتسالنا قبل كده, احنا دايما كل ما بنطلع لايف مع في الجول من قبل كده الناس كانت بتقعد تسال وتبعت يا جماعه عايزين مين في القرعه. الكلام ده طبعا من شهر كنا بنقول لهم ان ولا وغير كده كمان ان الله اعلم في شهر مارس هيبقى الدنيا عامله ازاي. لان انا احنا من شهر 11 ممكن نقول والله عايزين الجزائر مثلا يعني. او السنغال مثلا وبعد كده تيجي في شهر 3 ده تبص السنغال بقى بطل افريقيا بالظبط, وان هو اللي اخذ الثقه واحنا والجزائر خرجت من المجموعات اهي وهي كمان بتخرج اهو النهارده. يعني الفكره ان يبقى المقياس بتاع تقييم 4 سنين شغل باسبوعين ماتشين في خلال 4 ايام, مش اسبوعين ده اسبوع واحد, لا لا لا. يعني بصراحه نظام اتمنى ان انا ما اشوفوش تاني يعني كده ولا كده. من السنه الجايه يعني من كاس العالم الجاي خلاص المنتخبات هتزيد يعني. طبعا على كل طبعا مبروك لممثلين العرب المتاهلين الى كاس العالم. طبعا قطر هي المستضيفه والان ومن اسيا تاهل سلفا منتخب السعوديه, فادي كده 2. النهارده بيتاهل منتخب تونس والمغرب, مبروك وبالتوفيق يا رب وتشرفونا في قطر كده 4. والامارات كمان عندها فرصه, الامارات بقى لسه عندها فرصه ان هي هتلاعب استراليا في الملحق الاسيوي, والمتاهل منهما سيلاقي خامس امريكا الجنوبيه اللي هو بين بيرو وكولومبيا. فالامر صعب ولكن صعبة. نتمنى طبعا ان تكون الامارات هي خامس العرب في كل الاحوال. 4 ده هو الرقم القياسي اللي كان برضو في 2018 هو الرقم القياسي وبيستمر. كان نفسنا يبقى اكتر من كده الحمد لله. في اوروبا كمان طبعا تأهلت البرتغال بعد الفوز على مقدونيا الشمالية بهدفين مقابل لا شيء, وتأهلت بولندا بعد الفوز على السويد بهدفين مقابل لا شيء عشان يكتمل نصاب المتأهلين عن أوروبا إلى كأس العالم. نرجع لمباراة مصر النهاردة. فاجئنا كارلوس كيروش بأن هو بيبدأ بعمر مرموش مهاجم على حساب مصطفى محمد, بيبدأ بقلبين دفاع هما ياسر إبراهيم ورامي ربيعة الغائب عن منتخب مصر منذ مباراة غانا في 2017 آخر مباراة في تصفيات كأس العالم 2017 اللي كانت سنة بعد ضمان التأهل في غانا. من وقتها وما دخلش منتخب مصر وما بيشاركش بشكل أساسي مع الأهلي. وطبعا أنا عارف إن هو الظروف دفعتنا لوجوده بعد ما كان لم ينضم أصلا بعد إصابة حجازي في الأول ودلوقتي إصابة عبد المنعم وإيقاف الونش, فبالتالي استدعى رامي ربيعة. فكانت دي كبرى المفاجآت يعني في تشكيل إن هو مرموش مهاجم وربيعة قلب دفاع. شفت الاول القرار ده ازاي وهل كان موفقا ام لا؟ انا كان عندي ملاحظتين على التشكيل والملاحظتين هم اتعالجوا سريعا. الملاحظه الاولانيه هو رامي ربيع طبعا. ليه؟ انا بصراحه يعني استغربت انت كده ولا كده كان عندك محمود علاء وايمن اشرف على الدكه, هم دول الموجودين اصلا في القائمه. غاب الونش بسبب الايقاف ومحمد عبد المنعم بسبب الاصابه, فرحت جبت مكانهم علي جبر و رامي ربيعه وكان اوريدي عندك ياسر ابراهيم. يبقى المنطقي ان انت هتختار ما بين الاثنين الموجودين الاساسيين عندك محمود علاء وايمن اشرف, وبعد كده يبقى الخيار الثالث يا علي جبر يا رامي ربيعه. فانه هو يشرك رامي ربيعه, طب ما كنت خدت رامي ربيعه من الاول. يعني برضو دي كانت حاجه غريبه, بس هو يمكن يكون فكر في فكره الانسجام وان هم الاثنين بيلعبوا مع بعض في الاهلي. بس في النهايه ده منتخب مصر, يعني انت بتختار افضل العناصر مش بتختار فكره يعني ياسر ابراهيم نزل عمل ماتش هايل جنب الونش الماتش اللي فات. هل ياسر ابراهيم بيلعب جنب الونش في الزمالك؟ لا يعني. فلا طبعا انا مش مع الحته دي. انت بتشوف كل لاعب امكانياته ايه وبتختار الانسب لطريقه لعبك. وكان عندي ملاحظة على عمر جابر. عمر جابر عمل شوط أول في القاهرة ممتاز هجومية, وكان عامل يعني كان في انسجام ما بينه وما بين صلاح هايل جدا لما احنا كنا بنلعب بهاي بريس وكنا بنحاول ان احنا نسجل جول والتاني. فكان وقتها احنا كمان مستغلين ان السنغال كانت لسه في صدمه ان هم استقبلوا جول بدري, فعمر جابر ظهر بشكل كويس. بس في الشوط الثاني
لما احنا قررنا نرجع نلعب بميديم بلوك وعمر جابر ما بقاش مطلوب منه ان هو يهاجم كتير بالظبط، ساديو ماني خد راحته قوي فعمل جبهه كبيره جدا على عمر جابر، وعمر جابر من الواضح ان كمان بعيدا بقى عن فرق المستوى في فارق في اللياقه البدنيه ما بينه وما بين ساديو ماني، وده ظهر في تفوق ساديو ماني في كل الالتحامات اللي دخلها مع عمر جابر في الماتش. فالنهارده انا كنت متوقع احنا كسبانين 1-0 في القاهره، فانا فاهم ان كارلوس كيروش هيلعب بقى بدفاع منخفض بضغط منخفض دفاع قريب من الجول، مش هيلعب بهاي بريس، مش هيلعب بخط دفاع متقدم، فانا توقعت ان هيبقى في باك بمهام دفاعيه بحته، فانا توقعت انه ممكن يفكر في امام عاشور من البدايه. اتفاجئت ان عمر جابر موجود، وخروج عمر جابر في النهايه كان بسبب برضو مشكله بدنيه يعني بالظبط يعني. فانا حسيت ان 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 الغلطتين اتصلحوا بان رامي ربيعه جات له مشكله بدنيه وخرج، وان عمر جابر جات له مشكله بدنيه وخرج. عمر مرموش ما كانش مفاجاه بالنسبه لي، لان لما نهى بيه الماتش بتاع القاهره انا توقعت ان هو ده الشكل اللي هيبتدي بيه. اغلب المدربين في المنتخبات والفرق الكبيره بيفضلوا ان هم ينهوا الماتش بالشكل اللي هيبتدوا بيه الماتش اللي بعده. فانا كنت متوقع ان عمر مرموش هيبتدي الماتش بتاع السنغال. لو كان كارلوس كيروش بيفكر في ان انا بغير مصطفى محمد كان ممكن ينزل مروان حمدي، كان ممكن ينزل اي مهاجم، بس هو نزل عمر مرموش لسبب ان هو كان عايز يجرب عمر مرموش في الحته دي، وده الشكل اللي يبتدي بضد السنغال. فانا ما كنتش متفاجئ، انا كنت متوقع ده، ولان احنا ما كناش هنضغط وكنا هنخلي الكوره دايما هي يعني احنا اللي بنتحرك ناحيه الكوره مش بنتحرك ناحيه الحامل الكوره نفسه. فطبعا انت محتاج سرعات، محتاج مهاجم مش مهاجم صندوق، مهاجم بيتحرك بسرعه اقرب لان هو يبقى وينج ويربط مع صلاح ويربط مع تريزيجيه ويبقى في لا مركزيه ما بينهم هم الثلاثه. فكان يعني كنت متفاهم ده، بس اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان احنا استقبلنا جول بدري قوي بنفس الطريقه اللي السنغال استقبلت بيها الجول بتاع هنا في القاهره، فده لخبط الخطط كاننا دخلنا الماتش خسرانين 1-0، نفس الطريقه بالظبط اللي دخلنا بيها ماتش المغرب في كاس الامم الافريقيه. يعني كاس ماتش المغرب ده احنا دخلناه برده 1-0، لان هو الراجل كان منزل ايمن اشرف علشان يسد الجبهه الشمال مع احمد فتوح قدام اشرف حكيمي، فايمن اشرف عمل هو ركله الجزاء على اشرف حكيمي في الدقيقه الاولى فلبسنا جول، فابتدينا كاننا بنبتدي الماتش من ده ومن ده 1-0. فالنهارده هو الراجل تصوري يعني ان طبعا كل حاجه اتقلبت بالشكل اللي اندفعت بيه السنغال في البدايه، والجول طبعا زود حماسهم بزياده فزود باندفاعهم، فكان يهمه ان هو الشوط الاول ان هو يبقى يعني عايز يخرج بالنتيجه دي، ما ينفعش خالص ان هو يستقبل جول تاني، هو لازم يستقبل بقى اللعب، فلازم يبقى في تنظيم دفاعي علشان ما يبقاش الموضوع صعب. ف لما خرج رامي ربيعه ونزل ايمن اشرف الراجل غير من تفكيره، وابتدينا نلعب ثلاثه ورا، وامام عاشور نزل مكان عمر جابر، فحمدي فتحي رجع بقى هو الثالث بالظبط جنب ايمن اشرف وجنب ياسر ابراهيم، وكاننا كانه بقى ماتش للاهلي خلاص، يعني هو ده الخط الدفاع بتاع النادي الاهلي. ف حسيت ان احنا مسكنا نفسنا شويه، اتحسننا شويه، وما شفتش اي خطوره خالص لمنتخب السنغال. ولما في الشوط الثاني لما خلاص بقى ابتدينا نهدى وخلاص الصدمه بتاعت الجول الاول وصدمه الجمهور وبتاع ابتدت خلاص تروح، وفي نفس الوقت منتخب السنغال ابتدى ان هو يهبط شويه، الراجل بقى راح مدخل الثلاث تغييرات اللي حسنونا بشكل كبير جدا، بالذات زيزو بالظبط، لان زيزو فريش ليجز نازل بقى بكامل لياقته وما لعبش كمان الماتش بتاع القاهره. في المقابل كان منتخب السنغال بيعاني لان في لعيبه كانت لعبت في القاهره وبعد كده لعبت ماتش الدكار، فنزل عمل نشاط كبير جدا لمنتخب مصر. وكمان محمد صلاح اتهيألي الفتره دي كانت افضل فتراته في المباراه، يعني خلينا نتفق ان هي مباراه للنسيان لمحمد صلاح، دي من أسوأ المباريات اللي شفتها في حياتي لمحمد صلاح، مش هقول لك مع منتخب مصر، لا في مسيرته كلها، من يعني من أسوأ الماتشات اللي شفتها لمحمد صلاح، سواء بقى مع بازل سواء مع ليفربول سواء حاجه شبه ماتشاته مع تشيلسي كده، كان فيها عدم ثقه غريب، يعني مش عارف ليه. يعني بص هقول لك على حاجه والناس ما تفتكرش ان انا بافور، بس انا توقعتها، انا حسيت ان وقت السلام الوطني صلاح يعني متاخد
مش عارف اذا كان في حد من اللي بيتفرجوا علينا متفق معايا ولا لا، بس حسيت ان حتى كمان يعني في لعيبه ابتدت تحمس نفسها زي ياسر ابراهيم وزي محمد الشناوي، ابتدوا ان هم يعلوا صوتهم علشان طبعا الصوت كان فظيع يعني. احنا قاعدين في البيت خوفنا، فتخيل بقى هم في الملعب. لكن محمد صلاح حسيت ان هو كانه مش حافظ النشيد. انا طبعا مش بقول ان هو مش حافظ النشيد، بس عارف انت لما ايه، لما تبتدي بقى دماغك تفكر ايه الجمهور ده، ايه الصوت ده، هنعمل ايه. فحسيت ان محمد صلاح ابتدى بقى دماغه تاخده الحتت بعيده عن الماتش، زي ما كان هو اللي في ماتش الكونغو في 2017 هو السبب حضوره في وقت ما استقبلنا الهدف في الدقيقه الاخيره، هو اللي حفز الناس وكان السبب في عودتنا للمباراه والفوسيك بتاع، وشال على عاتقه امال المصريين كلهم في الدقيقه 95 وشاط ضربه الجزاء وجابها. هو النهارده لم يكن موفق وما كانش في كامل تركيزه للاسف، وكان يعني طبعا سبب واحد من اسباب كثيره جدا في عدم تاهل منتخب مصر يعني باختصار اعتقد. طبعا شايف ان زيزو كان مفترض ان هو ياخد وقت اطول خلال المباراتين. والله بص هقول لك على حاجه، يعني انا لو قلت ان هو المفترض ان هو كان ياخد وقت اطول، ما هو انا لو كنا كسبنا النهارده يعني، لو كنا مثلا ربنا وفقنا في ركلات الترجيح تمام، ما كناش هنسال السؤال ده صح. ما كناش ولو كنت سالتني الفنيات ما كناش هنتكلم. ولو كنت سالتني السؤال ده كنت هقول لك بقى لا يا معلم، ده هو كده كارلوس كيروش نزله في الوقت المناسب وفتح لنا وعمل. فمش عايز ابقى منافق يعني، مش عايز اقول لك ان كان يستحق ياخد اكتر، بس هي الفكره كلها المدرب بيقسم الماتش ازاي. يعني المدرب مفيش مدرب هيلعب 120 دقيقه بنفس الريتم تمام، يعني خصوصا لما يكون حاطط في دماغه ان انا عايز اوصل لل 120 دقيقه. يعني اليو سي سي كان عايز يخلص الماتش من بدري، فكل تغييراته احنا شايفينها هجوميه. يعني بيروح ساحب لاعب خط وسط وينزل بامبا ديانج. فالراجل هو حاطط في دماغه ان عايز اخلص الماتش في 90 دقيقه، وهو ابتدى يفهم خلاص ان كارلوس كيروش بيحاول ان هو يلعب عليه نفس الجيم اللي لعبه في نهائي كاس الامم. كارلوس كيروش هو اللي لعب 120 دقيقه، فهو المفترض هو اللي هيقسم ال 120 دقيقه دول، يحاول ان هو يستفيد في يعني باللاعب المناسب في الوقت المناسب. فهو قسم الماتش بالشكل ده، ان في الشوط الثاني لما ابتدى رتم منتخب السنغال يقل شويه راح منزل زيزو علشان بالظبط عشان ونجحت يعني بالظبط. يعني زيزو يعني زيزو ضيع فرصتين طبعا، يعني هو عمل فيهم اللي عليه يعني، ما اقولش ان هو ضيع ان هو بالظبط ان هو قصر، بس هو في فرصتين خرجوا من زيزو كان ممكن منتخب مصر ان هو يسجلهم تمام. فهل لو كان سجل واحده فيهم مش احنا كلنا كنا نقول برافو يا كروش بالظبط. فانا مش عايز ابقى منافق يعني، مش عايز اقول للناس كلام وبان فيه ان هو ايه، ان هو ان انا بس انا كنت عايزه انا هقول لك بقى كنت عايزه يشارك شويه في ماتش القاهره صراحه. ما ده انا بتكلم فيه، لكن النهارده انا شايف ان الراجل قسمها صح، لان زيزو لما نزل عمل فرق. فمعنى كده ان الراجل قسم الماتش في دماغه صح. ان انا ده الوقت اللي انا هبقى محتاج فيه زيزو علشان استغل تراجع منتخب السنغال ويمكن تلفق معايا وتيجي جول. وفعلا كان ممكن ده يحصل. ولو كانت جت جول خلاص كان الموضوع هيبقى صعب جدا على منتخب السنغال لانه كان هيحتاج جولين. هو قسم الماتش بالشكل ده، وزيزو نزل عمل فرق في الوقت اللي هو نزل فيه، فانا اعتقد هو كان تغيير ناجح. لكن لو رجعنا لماتش القاهره، فماتش القاهره بقى المفترض ان انت كان بتهاجم اكتر، انت عايز تسجل اكتر. في الشوط الاول في القاهره احنا كان عندنا مشكله، احنا رحنا بفرص يعني، رحنا في فرصتين ثلاثه احنا ممكن نقول فيهم ان كانت مشكله قرار مش مشكله منظومه هجوميه ومش مشكله مدرب. محمد صلاح لعب واحده على القريبه، مصطفى محمد ما اتحركش ليها، عمر جابر خد واحده اوفرلاب كويس جدا من محمد صلاح، وبدل ما يعرض لمصطفى محمد اللي كان بدون اي رقابه قرر ان هو يعرض للاعب من منتخب السنغال، كان في واحده برده راحت لراس مصطفى محمد وراحت ضعيفه في ايد ادواردو مندي. يعني في كان اكتر من فرصه في الشوط الاول، لكن في الشوط الثاني احنا ما كانش عندنا اللاعب اللي يشد المنتخب لقدام، كان محمد صلاح بس. ما كانش عندنا الناحيه الثانيه بصراحه، تريزيجيه كان ابتدى خلاص، وهو برده تريزيجيه يعني ما بقالوش كتير راجع من الاصابه، لسه الراجل يعني بيشم نفسه، فابتدى بدنيا يقع. النهارده انت خرجت تريزيجيه، النهارده انت خرجت تريزيجيه ونزلت زيزو، فكان ممكن التغيير ده يحصل في القاهره يعني، كان ممكن التغيير ده حتى يحصل حتى في نفس الوقت في القاهره. اعتقد يعني ان كان ممكن زيزو يعمل الفرق وقتها، خصوصا ان منتخب السنغال كان مندفع وكان شايف ان احنا خلاص مش هنروح نهاجم تاني، فكان ابتدى خلاص يندفع ويحاول ان هو يسجل التعادل. طيب لو قلنا عايزين نعمل كشف حساب لكارلوس كيروش. كارلوس كيروش تولى تدريب منتخب مصر في 30 سبتمبر الماضي. يعني بالظبط بقى لنا 6 شهور كده. مظبوط. 6 شهور بالظبط. او اقل، 5 شهور عشان 30 سبتمبر، يعني قول 1 اكتوبر فتبقى 5 شهور. ماشي. في خلال 5 شهور كارلوس كيروش مع منتخب مصر 20 مباراة، 13 فوز،
تعادلين وخمس هزائم، سجل 40 هدف وتلقت شباكنا 26 هدف. ولكن محتاجين الارقام تتقسم اكتر. 26 هدف ده كتير قوي. ده استقبلناهم امتى دول؟ هو اهو عندك، احنا بنستقبل اول 2 في انجولا، 1 من الجابون، 1 من الجزائر، 1 من الاردن، 1 من تونس. لا بس ممكن يكون هنا بقى في ترانسفير ماركت، 1 من نيجيريا حسب ركلات الترجيح. لان 26 ده كتير قوي، رقم كبير. واحنا برضه ما سجلناش 40 جول، يا مستحيل. بس ترانسفير ماركت حاسس انا برضه وانا بقرا. ايوه 40 جول ده كتير، احنا لو سجلنا 40 جول يا معلم نجدد له العقد. انا لولا ان انا على الهوا في الهوا عمال ابص، ايه استحاله يا جدعان. بس الرقم هو مكتوب كده مش فن. هو بعيدا، بس انا عايز افنط حاجات اهم من سجل. لا بس بعيدا عن كل ده، هو تقييمه انا بقول لك عشان يبقى يبقى بناء انا جايبه ليه. في عوامل تانية محتاجه تتقال. سيبك هو سجل كام وتلقى كام، في حاجات اهم. انا احنا كارلوس كيروش نقول ما له وما عليه، مسك منتخب مصر ومنتخب مصر في تصنيفه في الاربعينات، حاليا وصل لاول مره منذ سنوات في الثلاثين، اول 30 من العالم. تمام، في الفتره القصيره دي في خلال 20 ماتش هو ادار منتخب مصر في 3 بطولات، كاس العرب وكاس الامم الافريقيه وتصفيات كاس العالم. في حياتي انا ما شفتش منتخب مصر بيخسر نهائي او مباراه حاسمه الا ماتش الجزائر بتاع ام درمان وماتش الجابون اللي هو الكاميرون نهائي 2017. ولكن في الفتره القصيره دي للاسف انا شفته بنخسر مرتين، مره من تونس، لا مش تونس، دي مش مباراه فاصله، انا بتكلم على نهائي امم افريقيا والنهائي المره دي. فهو كانت فتره حزينه للاسف للكره المصريه. ولكن كمان في رقم ومفارقه غريبه جدا، مصر تاريخيا لعبت 25 مباراة وقت إضافي، 5 منهم مع كارلوس كيروش، 5 من آخر 6 مباريات إقصائية لعبها منتخب مصر وصلنا فيها للوقت الإضافي، مفيش إلا مباراة تونس في كاس العرب بس اللي ما وصلناش فيها لوقت إضافي، لأننا طبعا خسرناها في الثانية الأخيرة بهدف عكسي من عمرو السولية. فبالنظر للارقام دي وقياده منتخب مصر لنهائي كاس الامم الافريقيه بعد ما كانت التوقعات كلها بتشير الى الخروج المبكر والوصول لركلات الترجيح في تصفيات كاس العالم وخساره المباراه بركلات الترجيح، هل نجح او مش نجح؟ كده كده انت النتائج فشل خلاص في تحقيق المراد، ولكن هل قدم كارلوس كيروش ما عليه ولا كان في جوانب عديده من التقصير؟ ما هو انا برضو هرجع تاني واقول لك التقييم بيبقى على الهدف اللي انا جايبك علشانه. اكيد التاهل احنا كده كده بقول فشل. طيب. في تحقيق الهدف لو كان كسب كاس الامم، يعني لو كان كسب كاس الامم وخسر النهارده كنا هنقيمه ازاي؟ كان اعتقد هيبقى ليه مبرر ان هو ممكن الناس تتعاطف معاه، هيبقى برضه فشل. ما هو لا سيبك، لا سيبك من لا 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 بص سيبك من التعاطف. احنا دلوقتي مش بنتكلم عن التعاطف، مش بنتكلم عن في حاجه اسمها رصيد. الرصيد بينفد مع كل حاجه بتحصل. ما هو ماشي رصيد مفهوم طبعا. بس انت ما هو دي مشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيه في الاول، ان انت مش جايب مدرب مشروع، انت جايب مدرب قلت له هقعدك 5 شهور توصلني فيهم كاس عالم. ما فين المشروع؟ الرصيد ده لما يبقى مدرب، يعني زي مثلا موسيماني مع الاهلي خسر الدوري ودي مصيبه في الاهلي، بس كان واخد افريقيا بالظبط، عنده الرصيد اللي فرصيد. هو يتكلم بيه، بس لو ما خدش افريقيا كان هيمشي اصلا. بالظبط ليه؟ لانه جايبه مشروع، جاي انا هقعد سنتين. تمام، فلما الاهلي خسر الدوري تمام ما كانش في وقتها في حاجه في عقده بتقول ان احنا جايبينك عشان الدوري فلو خسرته امشي. بس فهم؟ في حاجه مثلا عندك روبرتو مانشيني، انا مش هتكلم عن مصر خالص. روبرتو مانشيني لو كان خسر ضربات الجزاء قدام انجلترا في اليورو ومن يومين ما تاهلش لكاس العالم، ما كانش زمان في اصوات دلوقتي بتنادي بان هو يكمل مع ايطاليا. ايوه زمان كل الاصوات برضو في حته واحده ان هو لازم ما يمشي. هو برضو الموضوع بناء على العقد، احنا عقدنا مع الراجل. ما هو اصل لو كان كلامك كده مظبوط وان احنا بقى هنعتمد ان رصيد وان هي انت تعمل رصيد، دايما الناس بتكون اراها على أيوة الرصيد ده. ما هو تمام، ما هو الرصيد ده في حاله ايه؟ في حاله ان العقد مثلا مدته 2-3 سنين، فهو يبقى عنده فرصه انه يعمل رصيد في 2-3 سنين. انما ما تجيبش النهارده مدرب وتقول له انت هتقعد 5 شهور ولسوء حظك في ال5 شهور دول هتلعب تصفيات كاس عالم وكاس عرب وهتلعب كاس عرب وهتلعب كاس امم افريقيا وبعد كده هتلعب المرحله النهائيه من تصفيات كاس العالم. بس المهم عندي يا معلم دي مرحله نهائيه في تصفيات كاس العالم. تمام، طب ما هو كده منطقي جدا يقول لك خلاص انا هقعد 5 شهور بس، فايه اللي يخليني اضيع واحرق بنزين في كاس العرب وفي كاس امم افريقيا؟ تمام، لكن لو انت النهارده جايب مدرب وبتقول له انت عقدك 2 سنين
وفي السنتين دول التارجت بتاعي ان انا في السنه الاولى احقق كذا وفي السنه الثانيه احقق كذا، تمام؟ في الوقت ده هو بقى ساعتها يقدر ان هو يكون رصيد، يقدر ان هو لو كسب بقى بطولات تانية ما كانش حتى مطالب ان هو يفوز بيها، او يلعب ماتشات حلوه، او يقدم اداء كويس، او الناس تحس ان نتائج المنتخب اتحسنت معاه. دي كلها حاجات تسنده لو جه في الاخر ما حققش التارجت اللي كان محمول له. لكن النهارده كيروش لو كان كسب كاس امم افريقيا، حتى لو كسب امم افريقيا وجي خسر النهارده، اتحاد الكره كان ممكن بكل سهوله يطلع يقول ان هو الراجل ما جابش التارجت، كان هيبقى البيز بتاعته اكبر. يعني قصدي طبعا كده كده في اي نتيجه، على فكره انت ممكن تكسب الاثنين بضربات الجزاء، وحتى البعض بيقول لك ده بيكسب بالحظ. ايوه بس 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 دلوقتي بس انا ما بنتكلمش دلوقتي عن التقييم الفني، احنا بنتكلم عن تقييم الرحله بشكل يعني يكمل ولا ما يكملش. تقييم الرحله والعقد كان بيقول ان هو عقده يعتبر لاغيا اذا لم تتاهل لكاس العالم. ده اكبر دليل ان هم ما كانش في دماغهم اصلا كاس الامم، لانه لو كان في دماغهم كاس الامم طبعا هو جاي ده. ايوه ما هو عشان كده الراجل لما جه يروح كاس الامم ويروح كاس استغرب مدى اهتمام الناس بيهم، لان هو كان متخيل او كان يمكن الصوره اللي اتنقلت له من اتحاد الكره السابق ان الاهم عندنا هو كاس العالم بالظبط. فالراجل اتفاجئ، فلما حصلت بقى المشكله بتاعت المؤتمر الصحفي قبل ما يسافر الكاميرون. فبرضو انا بقول لك هو التقييم الفني ده الناس بتختلف فيه. يعني مثلا الراجل اهو زي موسيماني، شوف بكل النجاحات اللي حققها مع الاهلي، وفي اصوات بتقول لك ده في ناس بتقول عليه مش مدرب اصلا تمام. يعني فالتقييم الفني ده هنفضل مختلفين فيه. ممكن انت تبقى شايف كروش مدرب كويس، ممكن ابقى شايف ان هو مدرب كفتاجي، ممكن كوبر مثلا ما في ناس بتسميه بتاع الفته، وهو راجل موصلنا كاس عالم وبرده وصل نهائي. يعني هو كده بقى لو هنيجي بقى نقيمه يبقى هو انجح من كروش. لا هو في كل الاحوال انجح من كروش بالظبط، هو انجح في التارجت في التارجت، لكن في الاداء فني انا نفسي شايف ان كروش كان ادائنا فني معاه افضل من كوبر، وحتى كمان حجم المنافسين اللي لعبنا فيهم مع كروش اقوى بكتير من كوبر. بس لو بقى جينا اتكلمنا عن التارجت مين حقق اهدافه يبقى كوبر. عشان كده حتى بعد كاس العالم وبعد ما خرجنا من مرحله المجموعات كوبر نفسه كان مستغرب انتوا هتمشوني ليه. لا وكوبر دلوقتي حتى في بعض بينادي بان هو او بيقول لك ايه رايك لو نرجع كوبر، فهو بالزبط. طبعا كوبر باللي عمله مع منتخب مصر اكيد يعني لا كان ساب بصمه. عموما عايز اقرا برده شويه اراء من الناس. ما كانوش بيشتمونا بس لا يشتمونا احنا واحده اللي خسرت ولا ضيعتها. صلاح شمس الدين بيقول انا شايف اننا لازم نخطط صح ل 20 سنه جايه، مش فكره مدرب بيتغير والكلام الفاضي ده. الحل ان نهتم بفرق الشباب ونعمل زي اوروبا ما بتعمل، والمحسوبيات تنتهي والوسط في الكوره، ونبدا من نظافه من تحت خالص، بلاش النظره الضيقه بتاعه التحليل للماتش والكلام ده ملوش لازمه. القصه اكبر من كده بكتير، احنا ما بنلعبش كوره ولا بنعرف ننقل خمس او ست تمريرات على بعض. واعتقد يعني اسمه صلاح صح؟ وده اللي احنا صلاح اساسا. انا بحييك تاني. احنا اساسا ده كان في الاول. وعايز اقول لك حاجه صلاح، ان السعوديه بتوصل كاس العالم عندهم خطه كده اسمها استراتيجيه التحول، عاملها اتحاد الكره السعودي. ايه هي استراتيجيه التحول؟ استراتيجيه التحول دي بادئه من الاكاديميات، من اللعيبه الصغيره في السن، وعاملين كده مشروع اسمه الانبعاث، ان هم بيطلعوا لعيبه في بعثات، ان هم لعيبه صغيره في السن يروحوا يلعبوا مجانا. لاعب سعودي احترف في اوروبا لاول مره في تاريخهم بيطلعوا يلعبوا، مش بقى الفهد المولد والاسماء الكبيره، يعني مش التجربه الكوميديه اللي كانت قبل كاس العالم 2018، لا لعيبه صغيره في السن بتطلع تخوض تجربه الاحتراف الاوروبي بره ومجانا، بس في مقابل ان هم يتعلموا ازاي اللعب في اوروبا. استراتيجيه التحول دي هدفها ايه بقى لمنبثق تحتها كل الحاجات اللي احنا بنحكي فيها دي؟ ان سنه 2030 في كاس العالم 2030 منتخب السعوديه يبقى تصنيفه عالميا من افضل 20 منتخب على العالم. فانت فعلا عندك حق، لو احنا فعلا عايزين نخطط الناس هي بتخطط ل 8 سنين قدام، ففيش مشكله خالص ان يبقى عندنا خطه ل 10 وال 20 سنه قدام، بس المهم يبقى في خطه. المهم يبقى في خطه. في كمان علي سمير بيقول انا من رايي ان احنا اخترنا لعيبه المنتخب غلط وبعيد قوي عن الاقرب للمتالقين. ما اعتقدش ان في حد بره كان لو دخل هيصنع الفارق. يعني ما هو هندخل الخناقه بقى بتاعت محمد شريف وطارق حامد و بص ايه الخناقات اللي احنا هنرجع لها من النهارده بالليل. يعني ما تستعجلش يا معلم، كلها ساعتين وهندخل نتخانق الخناقات دي تاني، وهنقعد نتخانق اربع سنين ما تقلقش. كاسترو انيس بيقول حتى اذا لعبنا نهائي كاس العالم وخسرنا اللقب سنقول ان المدرب فاشل. مفيش مشكله، عشان كده قلت لك التقييم الفني ده يختلف من شخص. يا جماعه كره القدم دي لعبه اذواق،
انا ما اقدرش افرض ذوقي عليك وانت ما تقدرش تفرض ذوقك عليا. في النهايه المدرب بيتقيم بالتارجت اللي مكتوب له في العقد. ليه؟ لان ما فيش عقد هيبقى مكتوب فيه العب كره حلوه، فاهم؟ فالنهارده انت انت ممكن تكون مش حابب الكره اللي بيقدمها، بس هو لما هيقعد مع المسؤولين اللي مضوا معاه العقد هيقول لهم انا حققت لكم، انتوا كنتوا عايزين تصوروا كاس عالم وصلت بيكم نهائي كاس عالم، عايزين ايه؟ محمد احمد ابو النور بيقول لا بيقول انا قلت قبل كده المنتخب ده عاوز حسام حسن، وبيتفق معايا رفيق اسماعيل بيقول فعلا الله ينور عليك يا غالي. والله هو يعني هو كابتن حسام حسن يعني حاجه كده زي اليو سي سي بالنسبه للمنتخب السنه، يعني اليو سي سي ده بالظبط، اليو سي سي ده كان كابتن الجيل التاريخي في 2002، فهو بالنسبه لهم ايقونه كبيره. كابتن حسام حسن ده الهداف التاريخي بتاع منتخب مصر ومن افضل اللاعبين في تاريخ منتخب مصر وفي تاريخ افريقيا، فهو بالنسبه لنا ايقونه. انا بالنسبه لي حسام حسن ده في مكانه ما فيش حد يقدر يقرب منها، بس قدرته ان هو يدرب المنتخب او من عدمه دي، انا بصراحه بشوف ان لازم كابتن حسام حسن ياخد يعني تجارب شويه مع مثلا ان هو يتعرض عليه المنتخب الاولمبي ويقبل ويجرب. يعني انا مثلا يعني بعد رحيل كابتن حسام البدري انا كنت مؤيد قوي ان دي فرصه كابتن حسام حسن. ليه؟ لان خلاص هي كانت يعني فاهم بايظه بالظبط. انا كان قدامنا 5 شهور يا نصعد فيهم كاس عالم يا لا، فقلت ما دام كده ولا كده احنا كلنا نفسنا نشوف حسام حسن كابتن مدرب للمنتخب، وهو الراجل نفسه هيموت ويبقى مدرب للمنتخب، فقلت خلاص بقى خلاص يعني يا صابت يا خابت فنجيبه الفتره دي وهي 5 شهور تمام. بس في النهايه ايه اللي حصل؟ ان جبنا كارلوس كيروش وما توفقناش وبتاع. دلوقتي احنا عندنا 4 سنين، يعني فمفيش مشكله خالص لو دلوقتي مثلا كابتن حسام حسن يتعرض عليه المنتخب الاولمبي يشتغل معاه، وبعد كده حتى كمان لما يصعد هو للمنتخب الاول هيبقى لعيبه المنتخب الاولمبي دي ما هي لعيبته، يعني هيبقوا يعني نفس اللي حصل بالظبط مع كابتن حسن شحاته. يعني كابتن حسن شحاته ما مسكش المنتخب الاول في يوم وليله، كابتن حسن شحاته بنفس الجيل ده كسب كاس افريقيا وراح كاس العالم للشباب في الامارات وعمل بطوله هايله وخسر من الارجنتين بصعوبه، وبعد كده لما كان طرديلي مشي من المنتخب الاول جابوا كابتن بالظبط جابوا كابتن حسن شحاته، فكانت اللعيبه دي هم اولاده، عماد متعب بقى وعمرو زكي وحسني عبد ربه الاسماء دي واحمد فتحي، الاسماء دي كلها كانت بتلعب مع منتخب الشباب، فكانت الدنيا بسيطه، وطبعا كان جيل تاريخي، وده اللي عملته انجلترا مع جاريث ساوثجيت. هو ايه جاريث ساوثجيت؟ هو مدرب يعني، جاريث ساوثجيت اسم كبير في التدريب، ده راجل كان بيدرب ميدلز براو وهبط بيهم يعني. محمد علي الروبي بيقول زيزو ضيع وصلاح ضيع، بس هتلاقي الناس بتلوم صلاح عشان اثناء الماتش ما قدمش المتوقع منه، بعكس زيزو اللي اعتقد امكانياته وشخصيته وخبرته اقل من صلاح لكنه قدم في الماتش اكتر بكتير، للاسف صعد من يستحق وما كانش احنا. محمد علي هو بعيدا عن حتى لو كان صلاح قدم كل حاجه عنده في الماتش وبعد كده ضربه الجزاء كانت الناس هتنتقده، لان ده كابتن المنتخب هو الواجهه بتاعت المنتخب، هو اللي بينادي بالظبط يعني الشات يعني مثلا يعني هو ميسي لما ضيع ضربه الجزاء في نهائي الكوبا كان لعب ماتش وحش، انا بشجع الارجنتين وانتقدته يعني بالظبط انا بقول لك يعني كان لعب ماتش وحش ما كانش يعني كان عمل بطوله وحشه ما كانش عمل بطوله، بس هي اللقطه انت بقى مش انت افضل لعيب في العالم ازاي تضيع ضربه جزاء؟ ده برضو محمد صلاح بقى من واحد من افضل اللاعبين في العالم وبتاع وبتنافس على البالون دور ازاي تضيع ضربه جزاء؟ بس احمد حسن بيقول الاهلي بيلعب نفسه في افريقيا، كل اللعيبه كويسه الكويسه محترف في اوروبا، لازم نهتم بالاحتراف شويه. متفق. انا مش عارف اقرا بقيه الكومنتس، هو في 95 كومنتس بس يعني مش عارف فجاه اطلع الوات لفوق وانزل لتحت، فدولت اللي ظاهرين لي دلوقتي. بس شايف او بتتوقع خلال اليومين الجايين هل ممكن يعني نسمع عن مدرب جديد، ولا ممكن ياجلوا خطوه الاعلان عن مدرب بقى كام شهر بقى لما يبقى فيه استحقاق جديد. نقول اللي الصح مفروض يحصل ولا نقول لا نشوف نقول الصح؟ الصح طيب الصح ان كارلوس كيروش المفترض دلوقتي يقدم تقرير، التقرير ده يكون فيه يعني تقييمه للتجربة ككل، مين اشتغل معاه بشكل كويس من الجهاز الفني ومن اللاعبين، وايه هي رؤيته للفترة الجاية، وقبل كل ده نبعت الباسبور لفنجادة مش عايزين نشوفه تاني بصراحة. مش عارف بصراحة كان ايه لازمته اصلا، يعني ايه المستشار الفني لاتحاد الكورة يعني ويبقى نيله فنجادة اصلا، انا مش عارف تمام. بس ده قبل اي حاجة يعني، ده ما نستناش فيه رأي كروش احنا نجيب كروش كده وناخد منه التقرير ونشوف بقى، لو هو فعلا مش عايز يكمل خلاص هناخد التقرير وهندرسه ونشوف. ممكن يكون على فكرة التقرير ده فيه
يعني توصيات ايجابيه بشان كابتن ضياء السيد، بشان محمد شوقي، بشان عصام الحضري، فده هيفيدك في تشكيل الجهاز الفني الجديد. يعني نفرض مثلا الراجل كاتب ان والله مثلا يعني سين ده ما كانش متعاون ومدرب سيء جدا وعمل لنا مشاكل في اوضه اللبس وكانت علاقته سيئه باللاعبين، هل هتروح تجيبه في الجهاز الفني الجديد؟ طيب لو قال مثلا ان كابتن ضياء السيد ده كان هو حلقه الوصل ما بيني وما بين الادور كبير وفادني فنيا، ومحمد شوقي ده بوتنشال ان هو يبقى افضل مدرب في مصر، وعصام الحضري ده انا ما شفتش مدرب حراس زيه، يبقى ساعتها ايه؟ يبقى انت بالظبط لازم تكمل. فيبقى انت ساعتها بتدور على ايه؟ بتدور على مدير فني يقبل ان هو يشتغل مع الاسماء دي. ده اللي المفترض ان هو يتم. وبرضو انت تسمع من الراجل هل مثلا توصيته مثلا ان ضياء السيد مثلا كابتن ضياء السيد يبقى مثلا هو المدير الفني. ما بقولكش يعني ما بقولكش تفرض يعني ده يفرضوا عليك بالظبط، بس الراجل لازم تعرف وايه من بره وايه وليه ايه سبب الاخفاق، وازاي نحسن من مستوانا، وازاي نحسن من مستوى الكره المصريه، وخلاص وتمام. ولو الراجل مش عايز يكمل شكرا وتفضل. فكره بقى دراسه الاسماء، فانا بقول لك من النهارده هنبتدي بقى نسمع ان وزير الشباب والرياضه رفع سماعه التليفون على كابتن حسام حسن وقال له انت بتعمل ايه دلوقتي يا معلم، وبعد كده راح مكلم كابتن حسن شحاته وقال له ايه يا معلم اخبارك ايه، انا جاي ازورك النهارده في البيت. طبعا بتبقى اغلبها كلها اخبار يعني احنا بنسميها ايه تجارب، يعني كل تجارب من الاخر اللي هي بالونه اختبار. بالونه اختبار فهي هنسمع بالونات اختبار كتير الفتره الجايه. اصل ايهاب جلال بيفكر ان هو يسيب بيراميدز ويجي وافقوا له خلاص ان هو يجيب حمد ابراهيم في الجهاز الفني، اصل لا والله ده حسام البدري مش هيروح رواندا وكلموه قالوا له تراجع عن رواندا. يعني هنسمع كل حاجه في الفتره الجايه. الاهم بقى ان كل ده ما ياثرش على آلية الاختيار. يعني أنا دلوقتي المفترض يعني إن أنا مستني من كابتن حازم إمام وكابتن محمد بركات الكتير بما إنهم بتوع كورة في الجهاز الفني أو في إدارة اتحاد الكورة بالظبط. يعني دي الناس بتاعت الكورة، دي الناس اللي اشتغلت مع مدربين كبار قبل كده، ودي الناس اللي المفترض إنها بتفكر بتفكير اللاعب وبتفكير المدرب. فالمفترض إن هم أقرب ناس للعيبة، ولازم يتكلموا مع محمد صلاح، ولازم يتكلموا مع محمد الشناوي، ولازم يتكلموا مع عمرو السولية، دول القادة، وأحمد حجازي والونش، دول القادة بتوع المنتخب لازم يسمعوا منهم. ممكن محمد صلاح او عمرو السولية او يكون مثلا ليهم راي ان والله الكروش ده ما كانش مناسب لينا، فعايزين مدرب من مدرسه تانية خالص. عايزين مدربين ما يبقاش عندهم 70 سنه، ما بيبقى في مثلا فجوه ما بينهم وما بين كره القدم الحديثه. تمام، ممكن يقولوا والله لا طريقته كانت مريحانا، فلما تجيبوا مدرب جديد عايزين مدرب بنفس السيستم، عايزين مدرب بيلعب كره دفاعيه لان هي دي المناسبه لامكانياتنا. يعني برضو انت لازم تاخد وقتك وتعمل لجنه فنيه وتبتدي ان انت تتكلم مع اللعيبه وتبتدي ان انت تتكلم مع كروش وتبتدي ان انت تجيب عصام الحضري ومحمد شوقي وضياء السيد وتقعد معاهم وتسمع منهم وتتكلم معاهم وتفهم اسباب الاخفاق. احنا مش مستعجلين، مفيش حاجه بتجري ورانا، بس في نفس الوقت لازم الفيفا ديت الجاي يبقى في ماتشات لمنتخب مصر في شهر 6 حتى لو ما عندكش مدرب. شوف مين مدرب منتخب الشباب ويقود هو المنتخب، شوف مدرب المنتخب الاولمبي ويقود المنتخب، مفيش مشكله. جابر مفيش منتخب اولمبي حاليا بالظبط. منتخب فمن هنا لشهر 6 الله اعلم هيتم تعيين جهاز فني المنتخب الاولمبي ولا لا، بس لازم انت تستفاد بالحاجات دي. مش شرط يبقى عندك مدرب، في عندك كابتن ضياء السيد ما هو موجود، هو الراجل انت لسه ما حسمتش قرارك اذا كان هيكمل ولا لا، خليه هو يروح يقود الفريق، لكن ما تضيعوش وترجع بعد كده تشتكي من التصنيف وتقول اشمعنى تونس لعبت مالي وصعدت بأون جول، واشمعنى غانا لعبت نيجيريا وهي اصلا صاعده بفضيحه تحكيميه، وازاي الكاميرون يعني هترجع بعد كده تزعل لما تلاقي نفسك بتلاعب منتخبات سابقاك بكتير، وخد بالك هتفضل سابقاك. يعني انا مثلا يعني منتخب مصر صعد المفترض او تاهل لنهائيين في اخر ثلاث نسخ مظبوط لكاس افريقيا، هل تعتقد ان منتخب مصر المرشح للفوز بالنسخه الجايه؟ لا طبعا. طيب مين المرشح للفوز بالنسخه الجايه؟ عندك السنغال طبعا بقت مرشح اول حاليا، السنغال كوت ديفوار صاحبه الارض هتكون بالظبط. بس مين المرشح رقم واحد؟ لا طبعا السنغال واحد يبقى ليه؟ لان السنغال دلوقتي وصل مرحله ان شبه منتخب مصر من 2006 ل 2010 تمام بالظبط. رغم ان انت المفترض يعني ان انت تبني، يعني انت دلوقتي صعدت النهائي مرتين وخسرتهم، يبقى تعمل زي الاهلي مثلا. ما الاهلي مثلا صعد النهائي مرتين وخسرهم، بعد كده عمل ايه؟ كسب العشرة وال11 مظبوط. فانت المفترض ان الوصول للمراحل دي بيقوي من شخصيه الفريق،
الفريق، بيقوي من شخصيه اللاعبين، بيدي فرصه للاتحاد الكوره وللجهاز الفني ان هو يشوف النواقص ويكملها. لكن هو احنا ما بنعملش اي حاجه من دول. وزي ما بقول لك كده، وزي ما انت برضو متفق معايا، وزي ما اغلب الناس لا متفقه معايا، ان منتخب مصر مش مرشح للفوز بالنسخه الجايه للمستوى الفني. هيبقى مرشح لان ده منتخب مصر، لكن مش هيبقى مرشح علشان هو بقوه السنغال او بقوه كوت ديفوار او بقوه المغرب. في كومنتس جديده ظهرت ليا، في كومنتس بص انا مش عايز اعلق عليها دلوقتي عشان عارف ان هي في اوقات انفعاليه. بالظبط اه، ده لسه كنت هقول لك احنا عايزين نقول للناس بلاش تاخدوا احكام يعني دلوقتي، تحب نقولها اصلا ولا ما تقولهاش اساسا يعني عارف نوعيه. بص يعني تعالى من يعني ايه من حر يعني من مبدا حريه التعبير نقراها ماشي، ما فيهاش تجاوزات. اه بالظبط. اسلام حسني الاول اهو مثلا، ده كومنت، صلاح في الماتشات الكبيره بيختفي. بصراحه اللي عامل كل الماتشات الكبيره المنتخب مصر في السنوات الاخيره. طب هو اصلا ايه الماتشات الكبيره؟ تعالى كده نفكر مع بعض، ايه هي الماتشات الكبيره اللي لعبها منتخب مصر؟ ماتش المغرب، النهائيين مثلا اللي احنا خسرناهم ماشي. ما هو النهائيين اقول لك على حاجه، نهائي السنغالي اللي فات ده كان محمد صلاح افضل لاعب في منتخب مصر هجوميا صح؟ طب يعني 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 التسديدات اللي سددها منتخب مصر كان محمد صلاح اللي سددها مظبوط. بس احنا اصلا كنا منهكين بدنيا وذهنيا وكنا بنلعب بطريقه دفاعيه، فلما الراجل كانت بتوصل له الفرص كان بيخلقها من العدم، حتى كمان ما حدش كان بيبص له كوره، كان بيروح هو يتصرف فيها مظبوط. وماتش المغرب هو اللي عمل الفارق مظبوط، وماتش كوت ديفوار هو اللي عمل الفارق مظبوط. ففين بقى الماتشات الكبيره؟ وماتش كاس العالم اللي فات هو اللي اهلك، وفي كاس العالم نفسه لما غبت لما رجع اخر يا راجل احنا لما رحنا لعبنا البرتغال، لما رحنا لعبنا البرتغال هو اللي احرز الهدف زي ما عندهم كريستيانو عندنا صلاح يانو. فيعني عامه زي ما قلنا هنعرض بس الكلام اللي بيتقال يعني. مارتن وائل بيقول اتفق معاك اي قوي، لعيبه زي دي عاوز حسام حسن ده هيخلص الدنيا ماشي. احمد حسن بيسال مستقبل النني مع المنتخب. في يوسف ابو هاجر بيقول بصراحه المنتخب كبير على صلاح، صلاح لاعب انديه وليس لاعب يصلح يعني ماشي. هو لاعب انديه، هو بيلعب في بتروجيت بيلعب في ليفربول يا معلم يعني. هو بيلعب لاعب انديه دي، انا اسف والله انا مش بسفه من رايك، بس يعني ايه لاعب انديه؟ يعني هو محمد صلاح ترتيبه كام دلوقتي في الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر؟ الثاني اصلا بعد محمد صلاح، بعد حسام حسن. ايه يا جماعه يعني، يعني هو الراجل يعمل اكتر من كده؟ وصلك كاس عالم بعد 28 سنه غياب. ف يعني مصطفى محمد بيقول تخيل لو جه بالماضي مش ضامن مستقبله مع الجزائر حاليا يا مصطفى بعد الخروج هو الاخر من التاهل لكاس العالم. طب هو بالماضي مدرب كويس ولا هو مدرب مناسب للجزائر؟ انت برضو اسال نفسك السؤال ده. انا مع رايي يعني انا بسال أنا بسال الراجل اللي سالني. انا مش بسالك انت بس هو يسال نفسه. هو دلوقتي مثلا يعني كان في اسطوره في نيجيريا اسمه ستيفن كيشي كسب بيهم كاس امم افريقيا مظبوط. هل معنى كده ان ستيفن كيشي ده لو كان جه درب منتخب مصر كان يكسب كاس امم افريقيا؟ حسن شحاته صالح لتدريب منتخب المغرب او منتخب تونس في فتره في مصر. في ايقونات بتبقى مناسبه لمنتخبات بلادها. عبدو عماد بيقول انا من وجهه نظري حسام حسن السلاح الوحيد للمنتخب، اما محمد عادل فبيقول ريني فايلر يصلح. يا جماعه هو ريني فايلر ده احنا بناخده في كل يعني، هو الراجل خلاص راح يدرب في اليابان وهو قال مش هيدرب تاني في الشرق الاوسط يعني. هو جاله عرض كبير جدا من السعوديه كبير جدا ورفضه. اخيرا احمد حسن بيقول ايه هيكون رد الفعل لو قرر صلاح الاعتزال الدولي زي ما ميسي عمل في فتره من الفترات؟ طبعا لا نتمناها. محمد صلاح لاعب عظيم، البعض بيصنفه مش من البعض الاغلب، حتى احنا عاملين استفتاء في الجول حاليا للافضل في تاريخ الكره المصريه، اغلب الاصوات بتدي محمد صلاح في المركز الاول، فما حدش ان هو يتمنى تكون نهايه محمد صلاح مع منتخب مصر بشكل زي ده. لا مفيش نهايه، مفيش طبعا لسه عنده 30 سنه، ان شاء الله يكون موجود في كاس العالم 2026 وان شاء الله يفوز بالالقاب مع منتخب مصر. محمد صلاح ناقص بطوله مع منتخب مصر عشان يبقى افضل طبعا مع استمراره في التسجيل لحد ما يبقى الهداف التاريخي، يبقى فعلا هو حتى بالارقام هو الافضل في تاريخ منتخب مصر زي ما هو الافضل في تاريخ الكره المصريه. فان شاء الله انا عارف ان اللحظه الحاليه وقت الخساره بتكون الدنيا مسوده في حواشك، ولكن مع الوقت بتبدا ان انت تتعقل وتعود الى رشدك وتفتكر الحلو زي ما بتفتكر الوحش حاليا، ومع اول انتصار بتعود الثقه ويعود الالتفاف حوالين المنتخب. هو تلاقي محمد صلاح نفسه دلوقتي قاعد مش طايق نفسه. بالظبط طبعا 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 اكتر مننا بالظبط. خلي بالك محمد صلاح غير يعني واحد
ولا المصري محمد صلاح وايه لا وزيزو كمان لان يعني زيزو هيبقى قاعد مش طايق نفسه والثالث اللي ضيع مصطفى محمد و... بس انا بتكلم عن صلاح وزيزو تحديدا لان صلاح وزيزو ما داخلين في الاول علشان بالظبط وعلشان كمان كانت فرصه ان احنا نستغل ان السنغال ضيعت بس زي ما قلنا الهجوم اكتر على محمد صلاح حاليا حتى على السوشيال علشان ده عشان هو الايقونه فانت تشوف حط نفسك مكانه ده واحد هو مصري خسر بطوله وهو قائد المنتخب او خسر التاهل لكاس العالم وعارف ان الهجوم هيكون عليه هو ده كل ده خد كميه ازايز خارج من الملعب ده حاجه تانية ده كل ده على المستوى الجماعي لا ده في بقى على المستوى الشخصي خسر امام منافسه المباشر اللي هو زي كده ايه ميسي ورونالدو ميسي ورونالدو وايرتون سينا ومش عارفه منافسه كان هانت في الفورمولا 1 في بدايه التسعينات فده حاجه وخسر وبتتراجع اسهمه في سباق الافضل في العالم ومعنوياته منخفضه قبل فتره مهمه جدا في الموسم كل ده جبال على ظهره فطبعا هو يعني اكتر الاكثر حزنا ما بين كل الناس زي ما كلنا حزانة يعني عبده الشامي بيقول كل لعبت المنتخب بالنسبه ليهم كاس العالم التمثيل المشرف او الاحتراف امال صلاح محتاجها اكتر لكن صلاح محتاجها اكتر عشان الكوره الذهبيه كلام مظبوط ومحمد فوزي بيقول المفروض يجي مدرب مصري يبني جيل جديد واسلام حسني بيسال ليه مفيش منتخب اولمبي قوي عندنا يعني مفيش مواهب بتطلع من الدوري ميرفت قاسم بتقول في الوقت اللي مشغولين في ماتش كره القدم قام الشاب نزار في الاستمام ماشي خلاص ده بره الكوره واحنا موقع كوره محمد عادل ما تجيب تليفون من اللي قدامك اهو ريلمي تقدر بقى انت تشتريه براحتك هو مش بتوعي يا عم محمد جاد والله انا شايف ان حسام حسن هو اللي يصلح مدير فني للمنتخب وربنا يعوض علينا خساره افريقيا والصعود بس وقتها بالسين يعني تمام يلا ربنا يعوض علينا عندك حاجه تانية تقولها لا هو ربنا يعوض علينا دي حلو عجبتني ختام جميل ربنا يعوض علينا فعلا و هارد لك لينا وهارد لك لكل المصريين وهارد لك لمنتخب مصر وبرضو يا جماعة مش بنقول لكم ان احنا لعبنا احسن ماتش ولا بنقول لكم ان احنا كنا الفريق الاحسن بس زي ما قلنا كده في الاول احنا كنا حاطين امال ان تبقى نقطة فاصلة لان احنا فعلا ماشيين في منحدر وحش جدا جدا وبالنسبة لي انا مش شايف بصراحة مستقبل لان انا مش شايف خطط ولا شايف مشاريع ولا شايف ادارة جيدة للكرة في مصر ولا للعبة ولا للمسابقات فكان عندي امل ان الموضوع ده يفوق الناس ان احنا عندنا منتخب بيصعد كاس عالم فليه ما يبقاش بقى عندنا كل المنتخبات بنفس ونروح كاس العالم ونحاول ان احنا نقدم اداء كويس زي يعني مثلا السنغال ما هي في اول مشاركه في 2002 ابهرت العالم وبعد كده لما راحت 2018 في تاني مشاركه شوف يعني فارق 16 سنه قريبين من التاهل قريبين انذار بس اللي يعني اليابان. يعني الموضوع مش فكره ان انت بتصعد وخلاص يعني لان الناس بتقول لك ان احنا عادي ان احنا نطلع ونصعد ونخسر الثلاث ماتشات لان احنا كده مش متعودين على المشاركه طب ما هو فريق هو مش متعود على المشاركه فانا كان عندي امل ان فعلا البطوله دي تغير بكتير قوي من تفكير الادارات الانديه واداره اتحاد الكوره ونظره الناس نفسها للعبه وحتى اتحمس حتى كمان الشباب الصغير اللي كتير منهم حتى كمان يعني ما بقت اللعبه بالنسبه له مش مغريه ولا بيروح استاد يتفرج على لعيبه كوره ولا بيمارسها بشكل كويس يعني كلنا عارفين طبعا المشاكل اللي بتقابل اكتشاف المواهب في الانديه وناس كتيره يعني بتتكلم عن تجاربها السيئه في الاختبارات بتاعه الانديه والاكاديميات في نفس الحال ما هم برضو مدربين مش يعني ما بتبقاش انت عارف برضو بتودي ولادك يتدربوا تحت ايد مين المدربين دول هل هم معتمدين ولا لا فيعني انا كنت عندي امل ان الصعود لكاس العالم ده يخلينا نحط استراتيجيه تخلينا زي حاجه كده زي استراتيجيه التحول اللي احنا شرحناها بتاعه الاتحاد السعودي طبعا في كومنتس ثانيه واسماء اخرى من المدربين بتطرح ولكن خلاص وصلنا يعني لنهايه الحلقه للاسف حابب اقول ان احنا على مدار سنوات في الكره المصريه من 1920 والمنتخب مصر انشئ يعني ومررنا بالعديد من الفترات السعيده والاخرى الحزينه واستمر منتخب مصر لانه باقي ولن يعني يذهب هباء ابدا فهارد لك يعني قدر الله ما شاء فعل وان شاء الله لنا عوده اكيد قريبا وان شاء الله احنا كمان هتكون معاكم دايما في كل الاحداث الرياضيه وكده تكون انتهت الحلقة الأخيرة من الكورة مع ريلمي. السلام عليكم.